الحمد لله رب العالمين أثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مركو هوري وحاقوا بلا بينا إن شاء الله تهنيدا عيدا عيد الأضحى المبارك. إلهي جل وعلا إنه نسوق عرسيه إنه مالي كان وين قيمها بضلنا إنه كل النوع مسجد كان وعلى متقان أكل النوع أريك رؤيتنا مهمة وآه مسابقة القرآن الكريم، يعني كتاب القرآن كإلهي جل وعلا وكدقي هدى للناس تطمين يكوهن ونان بشرية دلل لبان تودي بدفاظنا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأفقليين أصبه إلهي سبحانه وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إلهي جل وعلا قرآن كريم كان وحي أوسد جي سبحانه وتعالى أن نظهنون بشرية الأردن لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. كتاب القرآن كان إلهي جل وعلا بحفظه وباطل إيه متقن كحفظه سبحانه وتعالى. مركا إيه مركا علينا هاي: تقبل الله منكم، تقبل الله منكم، تقبل الله منا ومنكم. إلهي تبارك وتعالى نقاك أن نقل ماتي إن عمل كيوان أكسنان إن معلومها خير كبضان لك إن قيمها بضان لسو سميه توكي معلومات ومانتا يكون وحده إن إلهي تبارك وتعالى نسوه قرسي أعماشي بسميه الله أقبله. إن هذا نصول نخضو موضوعا أما كسا أبسط كل إن كينا مانتا وقه إن لو ترتم القرآن الكريم كا وشيء أدقيم بنويا إلهي جل وعلا وحدتك أي قيمية ووقتك بحياة قرآك أو قيمها بضان. سادسة بان ابن عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحيث يكون خير بنا ضدك مسلمين تا قف قرآن كبرتا ضدك نبرا أنه وكدوا لنا حديث كاس أم حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إلهي جل وعلا كتاب كان قلوين بوكوك معنا كوكور هذا وإلهي بحث فيها سبحانه وتعالى قلوين إلهي تبارك وتعالى وكد اللي يملك كتقان وقيمين وايا مقادة وايا إلهي بعد الله سبحانه وتعالى برك كتاب القرآن كان أي إلهي جل وعلا إنها قيمين وباقيمين إلهي قلوا سبحانه وتعالى ومضمد قيمين هيقا يشرفت هيقا وحلو فكرنا يا كتاب القرآن كان سير الرحمن. مركا القرآن الكريم كان إنا أنا بجعلان أروتين جعلي سينون وشيء إلهي جل وعلا ببادينا ببادا القرآن كأهين وكلنا مجد توالي سادرتين يا مصابقة إيسا يا متقاطع كتاب الكيسة يا كبورين تيسا إنا في دلالة وشيء لو بانيا لنقول عليه الصلاة والسلام: أنكم لا ترجعون إلى الله وحرسولك الله صلى الله عليه وسلم إذنكم إلهي كل الله والميسان وحكفر لي بضن إلهي بحكة صوب عيسى سبحانه وتعالى قرآن وفق مسلمك ومؤمنك إلهي بحكور الله بتوحى وقيمه بضن قرآن كريم كابو كيم بضن سادر تلفى نبي عليه الصلاة والسلام إلهي جل وعلا قرآن محسور رعي أهمية من إلهي سبحانه وتعالى بل بباد أمد أردن بإلهي كتاب قرآن كريم سبحانه وتعالى ليبان تأردن وأن مطقنا أو حكرني من إلهي سبحانه وتعالى وحنا نبي عليه الصلاة والسلام كتاب قرآن وحمتق من جعله أمامه قاده إلى الجنة. نك القرآن كما تقال مهرتي سكيالا أي ما تقال كنت دالا جنة أي دبية ومن جعله وراء دهر نك ما تقال قدال إسكتك القرآن كإسكت أفنا وحن نبي عليه الصلاة والسلام جهنم أي دبية والعياذ بالله ما أنت يوم القيامة أنا قرآنك أم حجو نقنا يا محجو كون نقنا نبي عليه الصلاة والسلام ما أنت يوم القيامة وحرسوك صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وحل لي ما أنت ما أنت يوم القيامة قرآن كا يو أهلي لك أهل في سوها أهل يابا لك قرآن كآخر يوم كنت دالا وأهل كقرآن كويا الذين كانوا يعملون به في الدنيا ويا الدنيا بركة الجوغي قرآن كلها في الجنة تقدم سورة البقرة وآل عمران
قران كانوا وحو سوره ايتونه سوره البقره يا عمران مركا وحل دونيا اله جل وعلا اكتيسه وح كاغه دودا او اله كيسه ما تقنا كاغه دودا قران كانوا قيمه بدن صدر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ومعناه ضدك الصحابه اي ضدك المسلمين تا اي قف كسو اسلام كنت تقيميه ان قران كانوا وناجيو تجيده لو برتو وما تقنا قران كانوا لو دالو وكن النبي وحكم مثل عليه الصلاه والسلام مثل القران كالبيل المعلقه الناس معناها قيله او حيره هذه الفرع ودقاتني كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يتغنى بالقران فليس منا وفق القران كان يعني تجويد اخرين واسيل ومتاج الاخرين نجم الجماعه سادرت ان شاء الله ان اهل تربوا لي قليو ودمانت بقيمها القران كي اهميه القران كان قرنا ايا متقنا مسابقوين كان اي متقنا صوفيه لانه وحي لو لقيمايو ايا متقنا حفظ لو قبتا وقت لصيا لابد دالا لكن ان شاء الله تبارك وتعالى والديتنا وحلنا هنيئا لكم والديتنا متقنا عروتا دلي هنيا لكم نبي وحا كسرنات ما انت يوم القيامه قف اني سقران كبره وحنبي صلى الله عليه وسلم الوالد وحيلا وحلو قلنا يا تاج با لو قلنا يا معنا تاج با الهي مدحو قلنا سبحانه وتعالى مركا صادت كوالدين تكله يا عروتا قران كو بن وحلي ما حال يدو قلنا من تقنا تاج في الدافك مركا سوا حلي اخذهما اخذهما اولادهما القران بن عليه الصلاه والسلام عروتا قران كجيير وي مريت بإله جل وعلا قصينا يا درجة قيمة هذا لنا مركا والدين تنا إله جل وعلا وقصينا يا درجة قيمة والدين تكلك كربرا ومرت لأمانت يوم القيامة أما وآخر أي كنت من هذا والدين تكلك صوب تأكيد أي صوب تدارين عرب تقرأ في برسول تدارين إن شاء الله مركا وقت قاس مقوم إن شاء الله سياب وقت وفايد سنة إلهي تبارك وتعالى وحكا رجينا بمان تنفى إن إلهي نقل لكم أهل القرآن تذكر أهل القرآن كان نبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين وخاصة إلهي يقول لي سبحانه وتعالى أهل وخاصة صحابة ما وديين فمن أهل الله وخاصته يا رسول الله إيه كإلهي يذكر إلهي خاصة وهو ما كان نبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته تذكر القرآن كل ذلك وأهل إلهي تذكر خاصة إلهه سبحانه وتعالى إلهي كواهي نقلق سبحانه وتعالى مركا إن شاء الله نعم خشوع دا يد جنان تام كنت دال متكلم مقصود كما هو علي رسول الله لقاضي يو وحلا ضومي مقصود كما مقصود كواه جدا لولا جيلي هاتي إلهي ترتي لولا جيلي أو إلهي لقول هالك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كلاو خدمة يو أو ذلك القرآن كتش على إستانه وخير كان إفافه إلهي بأي نقابة مركا سبحانه وتعالى هاتي لكن وحكا لما تقالنا رسمها المعنى سورة اللقاضة وحلا ضوطوه هاي تاس كلمة هو الوانيه انما الاعمال بالنيات من عليه الصلاه والسلام اعمال شو روح هيك هذا نيته ما كان نيتنا وانا جنو وراك كما كان الاخرين عندي يسنو يا ما تقنا الى يكون هذا ما سبحانه وتعالى نعمه المسيح او اما تقنا ما تعرفتني ان القران كل معنا كو ترتميا اي معنى ديار به ونعمه الى سبحانه وتعالى كان كو في كل ما تنبا الى هنا او يسنو الى جل وعلا انت هذا من السيء انه زياده او دمان عرفت قرانك بنود اي نو دميا او قرانك انه دقبا او الى جل وعلا بركه قرانك هنا لا أعرف أروح ثم تقال كل أخبار والدين كل أخبار وإلهي جل وعلا بارك هذا القرآن إلهي سبحانه وتعالى وحده سامي مولي أديك القرآن بس كنا قلنا يا من تقالنا شيء عادي وعرف الله آخرين لكن القرآن ما هذا ربا إلا لقول نقبه وما تقال إلهي سبحانه وتعالى أفسد يسوسوب كون نقبه القرآن كون أخلاق جل وعلا جيو نبي قمر كل ويدي عايش رضي الله عنه حياته كان خلق القرآن نبي أخلاق جل وعلا القرآن به أنا قمر كقرآن كوحال ربا مر كمرنا إنه إن أخلاق الدين وحكم الدلو إلهي قال لك عبسي بسي ما بحلو قفك القرآن كتب ذلك إلهي باك ربنا سبحانه وتعالى محق سوك بقبيل يا قرب الخطاب رضي الله عنه أي أيضا متقنا سحابي ومتقنا مسؤول قد لقي قوب تقالي أي أبو ويدي قوب تهي يا لو قد لقي مسؤول هبل بيو المركة واني مركة أدونها ودك متقال حريئها مركة عمر مخطاب حكا عبسي إن معناها ما شاء الله رسول الله عمر كاسا وحي المتقانا وحافظ بكتاب الله وان كتاب الله حفظه سبحانه وتعالى وحافظ ويك رسول الله رتين وكيد إن أوتيت من قبلي فبيس أنا حامل القرآن هذا يقنع عليك الذي كسوا قرأ وف قرآن حبارسك أولي تانايا معنى قرآن كإلهي كبوه سبحانه وتعالى قرآن هو قوة الله سبحانه وتعالى وشرف الله سبحانه وتعالى ورك إلهي تبارك وتعالى كو قرآن كأخذ مية وكل نقمة وكو عمر فلا وبرتا الله إن شاء الله تبارك وتعالى هذا القرآن كابلا مية وحال اسكن ربا سكينه اي وقا هذا وحم مقضى ان عروت دمان قبلها اموسان لسوجي تشدو قران بالله اخرنا اليك سبحانه وتعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له حد قران كلا فيها لدغيس ما كانت قران اخرنا دغيسنو دمان تيب دغاني حسنا من جن ان شاء الله الله ينوف ان شاء الله بارك الله فيك فميزانك حسناتك الى حفصه ما شاء الله هذا نتوسع حب بذكر الله يعني قرانك كريم هذا لو حكيم هو
عبد العزيز. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نذر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ضاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأغلى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا
لا يرى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. حسنا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في بعض الأمر لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءوا هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري وما أدري من يفعل ولا بي ولا بكم أن أتبع إلا ما يوحى وما أنا إلا نذير إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لأجل مسمى والذين كفروا قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو عصارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. حسبي.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وما لهم به من إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون والأرض بل أم عيدهم قزائن ربك أم هم المصيدون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أدبركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. هم الذين هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لن تعلموهم أن تدعوهم وتصيبكم منهم معرة بغير العلم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تسيروا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحسن جزاك الله خير الجزاء. ويرش ناش سعوب رحنا إن شاء الله وحنا روح يعني قبلها يعني هذا نبيل أبي إن شاء الله تعالى وحنا روح ريسا إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله جزاك الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الخير كلها ألقوا فيها سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وتارة من علم إن كنتم صادقين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله قصا نحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاك الله خير الجزاء حسبك. وحين روحك إن شاء الله تعالى يرد يرسى أيام أيام تويستك الما يرنك إن شاء الله تعالى يرد الله ما سيبت أنا أدفوع عن حتى فجر الما سيبت إن شاء الله قرانك فهو يصبح يرد الله إلا ويبسك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بتقواها. ما شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس. عبس وتولى. أن ترى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يذكر. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من سبق فتنفعه الله ويلكس كاري سبح اسمه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فهدى والذي فشفع فجعله خساء أحوى. من أخوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الشر ما يخفى وينصرك باليسرى ويؤكد إن بعد الذكرى فيذكر من يخفى ويخشى أنه الأشقى الذي يسلى النار كله بل ثم لا يموت فيها ولا يحيى بل تفلح من جلده وتبرك ربه فصبرا. ما شاء الله. هاي مصابقه يب ومقصود في هيكل يا عبد الله اللي سيقراك وجع الاذان حفظ له وذي الشوط وانا سكاري ان شاء الله وحول قبله بليه ان شاء الله سمادنا وليه مكاريتنا هذا ان شاء الله. هذا 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 هلو براليس فريس احمد ولا فريس هلو فريس نورت عاد ولا فريس نعم انا من فريس احمد. ان شاء الله صلاتنا وحول هاي
إلهي وحنك رجينا سبحانه وتعالى من مقابل كان عندك أرنتان إخلاص لوجهي كذلك إن شاء الله أرنتان نوح الله قلت لك لعبورت اللي هو ليريك اليوم وأي مستوه وحفظ وزياده إن شاء الله إلهي ناو زياده إن شاء الله ركب حق سوق مقامين إن شاء الله إن جائزات كده الشيخو أرضي دي سوكل ورين إن شاء الله جائزات كوكل خاتان مصابق هذا قلي كنتمنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنة هذا الوقت أدام دونا وأنا أسمعك بقيمته إن شاء الله تبارك في كذا كبعد وايد في كذا راح نقوم بصلاة الصبح صلاة الظهر كده إن شاء الله إن شاء الله تعالى واسمه الشيء مكة وحنكون شاء الله قيمة إن شاء الله تعالى أرضي القرآن كشيء كلا ما رأيت القرآن كلا سبحانه وتعالى كشيء يعني القرآن كفضل الله سيدا ترك إذا مكة وايد واحد وربع حيا وحيا الله كلا وحبا الله حيا قالوا مكة وحسب لنا وحيا الله كلا إن الله كلا وحبا الله حيا مكة القرآن ولا إمام الله واحد يعني يلك على فرعه مكة سيدا لأذن إن شاء الله تعالى وحررت أم بشارة إلما هي أنت كشودن وأم بشارة نايا أنت كشودن معناه كسر قلب الشيء معناه ترتنك وحبيه خلاجة حبال الصين يا حبا كلا سريان لكن لما وحويه أنت قرانك آخر سيما جسون استاكت وحويه ليه مركز إذا درت إن شاء الله تعالى لك والله كلا هرية سيلا كلا سقود ديسو وحاول ولا يمارك تمر كان مارك تلوحي ولا لا يعني لك لا بيلي يعني كانت مرشة كانت كده أساسا في القانون ما دام قبل إيه خلاص لكن يعني كانت مرشة واحد جري عبد العزيز أيه جري كانت كده أنا واحد جري كانت كورة أيام بقش واحد إيش إمام بقش سويش تاعي ما شاء الله مرشة كانت سويش حاجة وش اسمه عبد العزيز بقى جري ما شاء الله سويش تاعي حاجة ساكت حكوا شو جزء؟ إيمان وحي كل ستة بقرة قرآن ما شاء الله سيدو كلامي كان سيدو كلام أنتي أو بقرة قرآن وإيش كسيح كان سيدو دفتر أدب المسيح إلهي محمد ما شاء الله ما شاء الله اسكبه وحنو كانت سدح كوحي النقطة أين الجبر بين النقطة أيان باك كوحي كتا أيان 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 كوحي كتا أيان جبر يرو أهد ما شاء الله أولي باشي ما شاء الله عرب كان معنا لهم فينا قرآن كلا مجال تجويد كوحا فيه لي تطبر با قرآن نرسل سلاح 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 عرب خالي على فيه لنا سلاح دلت الآد إسماء سبحانه وتعالى قرآن كأوصل قرآن الله إيه كحفظ ما شاء الله وحاب سيحي دون في إسلامات إسلام قبر باكو سيحي تا حمدي حمدي باكو حيتا حمدي باكو حيتا غير المعارك إسلام آد بيقوم على السمت هاي حمدي باكو حيتا أفر وحاب حيتا إسلام قبر باكو حيتا شاب عائلها دي حنان حنان أنا ما بقول لك سعيد أنا مارك يسافر يعني ما شاء الله خلاص كده هو يرسل خلاص الشيء بس كفاية ما شاء الله ما شاء الله إلهي محمد أقول حبيبي دورا عبد الرحمن عبد الرحمن بيسير كان ينزل حد قليل عبد الرحمن ما شاء الله أدو مسيحي اقرأ فائزة 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 ما شاء الله فائزة يا بحكي دون ما شاء الله أدب ما سنت هاي إلى سبحانه وتعالى سيدو كلا هبان أيا بسيحي دون تأيدا هبان سويستاك ما شاء الله أدب ما شاء الله
نص قام وحاجتين لأن تراكم ما شاء الله مش قد يوم هسنت هاي. ها عبد المحلي له كالي طلها ساح كالي ما شاء الله قد المحسي هاي ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى مركا عبدالك تقيني يعني سود الألا وقرآن مصود الألا يسير تأزوك وإلا هذا الوحى إنه وحى مصود قرتين حتى مركا هدي إلهي ورالك أنه قد فصل حدوه حتى إنا مركا فرشين هدي إلهي أقرآن مروا بإنا حتى الله سلك الأوامر سلح إلا إن شاء الله تعالى وأنا بأسك إن شاء الله في كل وإنه بعد ظهر Ha ha ha!